مئة ليرة؟ يا عين يا عين، صحيح معلوم بحرزين، بس هذا دليل انه الاستاذ جميل بحبني. تنقل الآنسة أمل جمال إلى الدراسات لكان قرار المكافأة ستحنك. شو جميل ما؟ بعيد الشر بعيد الشر. لكن شوفي يا استاذ ما في حدا غيرك الا يلغي، انت صديقه بتمون عليه. الله يخليك الله يخلي لك ولادك. خليه يلغي، ما بدي اياهم الاثنين يلغيهم يلغيهم. لك شو هدول الاثنين يلغيهم؟ القرارين. انو قرارين؟ شو شو صريف 300 ليرة لازم تضحكي بعد ما تبكي. اذا ما بدك اياهم انا باخذهم. لا 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 هذا عاملتي لك شي عامله كبيره. والله ما عملت شي. والله كثير بدك تكوني ناسياني شي قرار شي موعد شي شغله. ابدا يا استاذ ابدا. ما بيصير الا يكون في سبب. والله ما بعرف. طيب طولي بالك طولي بالك. هلا شوف فوت لعنده انا لجوا. الله يخليك. شو الموضوع؟ طولي بالك لفوت لجوا افهم شو الموضوع وبحاول اقول له يلغي القرار. الله يخليك يا استاذ وزي ما المعروف ما رح انسى لك. خلص 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 مرحبا. عم يقول مرحبا شبنا ما ترد. نعم شو بدك؟ الله ينعم عليك. ليش هيك عم تناوفيني؟ ليكون مفكرني شي موظف عندها. خاطرك اخي عندها. ريح ريح انت. انا ريحت. شوفي لك مو عيب عليك يا منصور، بعد كل هالصحبة والعشرة بتعمل فيي هيك؟ شو عملنا لها؟ شو عملنا؟ عامل حالك ما عندك خبر، لك كان عمي بتقتل القتيل وبتمشي بجنازته. أخي قتلنا القتيل ومشينا بجنازته، إمتى بده يطالعوه؟ بايخة، بطل لي الكوميديا البايخة تبعك. معناتها معبي مني كثير، فهمني شو القصة؟ أنا لك كان سهرني لنصاص الليالي وتنططني مثل السعدان يا سعدان. لكان أنا تسميني سعدان؟ ما لقيت لي غير هالاسم؟ كنت عم بمزح معه. وانا كمان كنت عم بمزح معه. هلا هي مثل هي. اخي العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. قل لي شو؟ شو عملت انت ومرتك؟ طبقت الوصفه؟ بالله شو؟ ان شاء الله مفكرنا بنص عقل لحتى نطلع من عندك دغري ونطبق الوصفه. ايدي على راسك، طبقتوها ولا لا؟ طبقناها. على شو عم تضحك؟ عم بتخيل منظرك وانت على الاربعه بتنطق فوق الصحن مثل قولها كملها مثل السعدان. لك اخ يا عاطل اخ. لك ما بتعرف المثل بيقول اللي بيسلمك ما تذبحه لا تذبحه. يا سيدي تعيش وتاكل غيرها. اللي هلا مرتك شكت بالشغله ولا اخذتها جد؟ الظاهر قابضتها جد. عظيم، هذا اللي بدناه. بس ان شاء الله بعد كل التعتير والعذاب نوصل لنتيجه. عقده الخجل اللي عندك هي اللي خلت مرتك تنعق ايديها ورجليها بمي بارده، وهي انحلت العقده. اللي بقى كيف بدك تفجر صمام الامام اللي عندها؟ ما راح فجره بس راح افلعه وفلع كمان. بس لا تطول لان الشركه قرقوني كل يوم تليفونات. خلصت تعديل المسلسل؟ خلصت تعديل المسلسل؟ لا تخاف يوم او يومين بالكثير راح تسمع بالمستشفى.